أيضا من الأمور التي تحبط الأعمال، نسأل الله العافية والسلامة. أن يكره الإنسان ما أنزل الله جل وعلا، قال الله سبحانه وتعالى في سورة محمد: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولذلك إذا شق على الإنسان أمر من الأمور فليوطن نفسه وليحمل نفسه أن الله تبارك وتعالى لا يريد به العذاب ولا يريد به الحرج ولا يريد به المشقة، ولكن يريد الله أن يطهره وأن يعلي درجته وأن يرفعه. قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يكره الإنسان ما أنزل الله، ولو كان هذا مما يشق على الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يكفر بذلك سيئاته ويعوضه خيرا مما وقع فيه من المشقة، جنة عرضها السماوات والأرض. ومن ذلك أيضا أن يتخذ الإنسان طريقا في العبادة وفي التقرب إلى الله تبارك وتعالى غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل أيضا في سورة محمد: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. فالذي يتخذ طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداته أو في عقيدته أو في أي أمر من أمور دينه فإن هذا الإنسان حابط العمل. وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك على المؤمن أن يتحرى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، وقال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب في قبول الأعمال. قال الله عز وجل في خواتيم سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولما سئل الفضيل ابن عياض رحمه الله قال: لا يقبل الله عملا إلا ما كان خالصا صوابا. قالوا: وكيف يكون صوابا؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمقبول، وإذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن خالصا لله تبارك وتعالى فإنه غير مقبول. ولا يقبل الله سبحانه وتعالى العمل حتى يجتمع فيه هذان الشرطان: أن يكون خالصا لله وأن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.